وقد قال علماء اللغة إن البشرى استعملت في الشر استعمال استعارة، بمعنى أن كلمة البشرى الموضوعة في الشيء السار استعيرت من معناها الأصلي إلى المعنى الآخر وهو المعنى المحزن. ويعد هذا البلاغيون يعدونه من أنواع المجاز، ولكن الصحيح أنه لا مجاز في القرآن ولا في السنة ولا في اللغة، وهذا ما جرى عليه قول المحققين وشيخ الإسلام رحمه الله وتلميذه ابن القيم وغيرهما. فليس في الكلام ما يسمى بمجاز، إنما الكلام صنف واحد وهو صنف الحقيقة، وإنما جرت هذه الإطلاقات بناء على أنه أسلوب من أساليب اللغة العربية. وقد مضى طرف من الحديث حول هذه المسألة عند قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقد اتفق أهل اللغة على أن المجاز يجوز نفيه على القول بوجوده في اللغة. وإذا قيل إن في القرآن مجازا جاز على هذا القول أن يكون في القرآن ما يجوز نفيه، وهذا من أبطل الباطل. ولذا قال شيخ الإسلام رحمه الله لا يعرف المجاز في القرون الأولى ولم يجري على ألسنتهم. وما ورد أن الإمام أحمد قال في مسألة اللغوية هذا مجاز، ليس مراده المجاز الذي يريده أهل اللغة، إنما مراده أن هذا الاستعمال مما يجوز في اللغة، لا أنه من قبيل المجاز الذي يجوز نفيه. وقد عد ابن القيم رحمه الله المجاز من الطواغيت، عده طاغوتا، وذلك كما قلنا إن المجاز يجوز نفيه، فتوصل به العقلانيون من معطلة أسماء الله وصفاته، توصلوا به إلى نفي أسمائه جل وعلا وصفاته، فلا يثبتون المحبة لله ولا اليد لله ولا غيرها من سائر الصفات. ويتبين بهذا بطلان من يقول ما جاز في اللغة جاز في القرآن، وحجتهم أن القرآن نزل بلغة العرب، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي. والآيات في هذا المعنى كثيرة، فحجتهم داحضة وباطلة، فليس كل ما يجوز في اللغة يجوز في القرآن، وذلك لأن في اللغة ما يسمى بتجاهل العارف، وذلك كأن يقول شخص لآخر من باب التحكم أأنت رجل أم طفل، أو يعلم أنه رجل لكن من باب تجاهل العارف، وهذا لا يصح في كتاب الله عز وجل، ففيه نسبة الجهل أو التجاهل من الله عز وجل. وفيه ما يسمى بالإغراق، وهو المبالغة في شيء إلى أن يصل إلى أعلى درجات الكذب، والقرآن منزه عن هذا. وإنما استفضت في هذا لأنه أمر يتعلق بهذا الكتاب العظيم، والذي نفي من معانيه ما هو أعظم، وذلك كآيات الصفات. ولذا كانت آية الكرسي أعظم آية، لما؟ لأنها تحدثت عن صفات الله عز وجل. سورة الإخلاص بلغت من الفضل حدا إلى أن جعلت ثلث القرآن، لأنها أخرصت في ذكر صفات الله عز وجل. من ثم فما ورد من نصوص يزعم أهل المجاز أنها مجاز رد عليهم وأجيب عن هذه الآيات جوابا شافيا من قبل المحققين من أهل العلم. فالجواب المجمل على من زعم أن في القرآن مجازا أن يقال هذا أسلوب من أساليب اللغة العربية، ولأن المجاز يجوز عندكم نفيه ولا يمكن بأي حال جواز نفي شيء من القرآن.
أما المفصل فقد أجيب عن كل آية، سبق معنا آية الإسراء واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ولعل ما سيأتي من نصوص في كتاب التوحيد أو في غيره يوقفنا على هذه الآيات التي ادعي فيها المجاز، من ثم يجاب عنها بالجواب المفصل كالجواب المفصل في آية الإسراء. وهناك رسالة العلامة الشنقيطي صاحب كتاب أضواء البيان، رسالة مفيدة في هذا الباب، سماها منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز.